السلام عليكم ورحمة الله. غرد غرد أيا طير العراق، فما بنا أحد نسي للذي أبكاك. هذا العراق عراقنا ولنا به عهد، فغرد لست من ينساك. ألا حي هلا بكم معنا أحبانا الأكارم في عراقنا الحبيب وفي مصرنا الغالية، في مغاربنا العربي وفي خليجنا العربي. كل التحية لكم، كل باسمه ولقبه. ونبدأ معكم جولة جديدة في فضاء إسطنبول التي تهديكم محبتها، ومع فريق برنامج الألوان السبعة الذي يستهل هذا اللقاء بمحبتكم وتحيتكم، فأهلا بكم معنا. الذكرى السنوية لتأسيس الباكستان، الذكرى السنوية لميلاد هذه البلاد التي يمكن أن تكون قنطرة العبور إلى التغيير في وجه العالم. ما هي باكستان؟ وما هي طبيعتها؟ وإلى أين وصلت العلاقات الثنائية بين تركيا والباكستان في يومنا هذا؟ قراءات ومضامين في الجغرافيا والسياسة بعد قليل في الألوان السبعة. ماذا بعد أولمبياد عام 2012؟ هل فعلا نحن أمام قراءات منطقية لهذا الأولمبياد وما تم فيه؟ أولمبياد لندن في قراءة تحليلية تتناول الجانب السياسي والاقتصادي. بعد مرور هذه الفترة على الأولمبياد نفتح صفحته من جديد في الألوان السبعة بعد قليل. عملاقا العالم الإسلامي، تركيا وباكستان، قراءة في عمق التاريخ لا بد من إعادة فهمها، وقراءة في الواقع من أجل تجذيره ومن أجل الانطلاق نحو المستقبل. القوة النووية الباكستانية، النفوس والتعداد السكاني الباكستاني الهائل، تركيا القوة الاقتصادية، وتركيا القوة النامية على مستوى التعداد السكاني. قراءة على مستوى الجغرافيا والإنسان والفهم لطبيعة الحياة السياسية، إضافة إلى الموروث الثقافي الذي يزاوج ما بين تركيا وباكستان والعالم العربي والإسلامي بوصفه ينحدر من ثقافة واحدة ومن دين واحد. هذه الفلسفة يسعدنا أن نطرحها على القنصل الباكستاني العام في تركيا، والذي شرفنا بزيارته إلى استوديو برنامج الألوان السبعة بعد عودته مباشرة من باكستان، الدكتور يوسف جنيد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. السلام عليكم. سنبدأ معكم حضرة القنصل العام، ولكن اسمح لنا بداية أن نتابع مع مشاهدينا الأكارم هذه القراءة المبدئية. باكستان وتركيا علاقات وطيدة وعلاقات يجب أن تتوطد أكثر. تحتفل باكستان بالذكرى 65 لاستقلالها. العلاقات ما بين تركيا وباكستان تأخذ قوتها من التاريخ، ودعم مسلمي شبه القارة لحرب الاستقلال التركي لها مكانة خاصة في الأذهان. فمقاومة تركيا للاستعمار ونجاحها في تأسيس دولة حديثة كان دائما مصدر إلهام للشعب الباكستاني، الذي نال استقلاله اعتبارا من 14 من آب عام 1947. بعد استقلال باكستان طور البلدان علاقتهما عبر زيارات متبادلة رفيعة المستوى، واستمرتا في دعم بعضهما البعض في أصعب الظروف والأوقات. مساعدات بلادنا بعد زلزالي 2005 و2008 وطدت الأحاسيس الحميمة لدى الشعب الباكستاني نحو تركيا. المساعدات الإغاثية والنقدية التي قدمت بعد كارثة السيول الواقعة سنة 2010 بشكل عاجل وحسب حاجات المنكوبين، والدور الرائد الذي لعبته تركيا في نداء الإغاثة الدولية من أجل باكستان، أكد الإدراك عند باكستان حكومة وشعبا بأن تركيا هي الصديق عند الضيق. العلاقات الثنائية التي تستمر بمستوى ممتاز في كل المجالات بين البلدين تنعكس على المنصات العالمية أيضا بشكل إيجابي، حيث أن تركيا وباكستان تدعمان بعضهما البعض في المنصات الدولية. باكستان أيضا تبدي تقاربا داعما لتركيا في الموضوعات الدولية التي تعني بلدنا بشكل كبير. في
يتم تبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين في السنوات الأخيرة بشكل كثيف، فبين عامي 2009 و2011 تم تبادل الزيارة على مستوى رئاسة الجمهورية، حيث زار رئيس الجمهورية الباكستانية زارداري بلادنا 5 مرات لأسباب مختلفة منذ أن تولى السلطة، وكذلك رئيسنا الجمهوري زار باكستان في الفترة المذكورة لمرتين، كانت إحداهما لأجل دراسة المناطق المتضررة من السيول. ونعود للترحيب بسعادة القنصل العام لباكستان في تركيا دكتور يوسف جنيد، أهلا وسهلا بكم معنا حضرة القنصل العام. اسمح لنا بداية أن نحصل على تقييمكم لطبيعة العلاقة التركية الباكستانية ما بين التاريخ والواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم جدا. أولا دعني أشكركم على هذه الفرصة الكريمة جدا لتكلم على هذا الموضوع الذي أعتبره هو الموضوع الأعمق في قلبي والأحب إلى قلبي، لأنني عندما أسأل أن أتكلم عن العلاقات الباكستانية التركية أحس أنني مشارك جدا ومهتم جدا بهذا الأمر، لأنه من أحد الحقائق المهمة أن العلاقة المهمة جدا، أنني جزء من هذه الفترة المهمة جدا من التاريخ بين تركيا وباكستان. أستطيع أن أقول أن السنوات الماضية لم تحمل كل هذه القوة في العلاقات الباكستانية التاريخية التركية، ولكن العلاقة كانت أكثر من جيدة على مدى مئات الأعوام من السنوات. كما تعرفون في شبه الجزيرة الهندية نتيجة لبعض الضغط الغربي أو الاحتلال السابق، وبعد ذلك حكم نظام فرهانة الذي كان قد دعم كثيرا من الامبراطوريات هناك، بعد ذلك أسست من قبل بابر، وكان هناك القوة التركية الكبيرة كانت تدعم بعض السياسات في شبه الجزيرة الهندية. ليعطي مثالا على ذلك، أنا اللغة هناك تعني الأردو، وهي تعني كلمة اللغة العسكرية أو لغة العسكريين، وبالتالي هذا الانطباع العام للغة أو لكلمة أوردو تأتي من خلفية تركية أيضا، وبالتالي إذا كان مسلمون شبه الجزيرة الهندية في باكستان وغيرها من الدول ينظرون إلى إخوانهم في تركيا في علاقات حميمة جدا. بالنسبة لنا تركيا في ذلك الوقت في عام 1920 كانت رمزا للدولة أو للأمة المسلمة، وتلك الإمبراطورية العثمانية كانت القوى العظمى في الدولة العالم في آسيا وأوروبا وغيرها، وبالتالي نحن كمسلمين شبه الجزيرة كنا في ذلك الوقت كنا محتلين وقبل البريطانيين، وأحسسنا أن المسلمين وعلاقتهم تنصب تحديدا على تركيا، وبالتالي من الطبيعي جدا أن نتكلم عن الخلفية التاريخية التي تجمع البلدين، وبسبب هذه العلاقة الدينية القوية بين المسلمين في أي منطقة في العالم تحديدا بسبب الروابط الثقافية القوية بين المسلمين في شبه الجزيرة وهنا في تركيا، أيضا هم دعموا أخوتهم وأشقائهم في تركيا، وأشكر الله سبحانه وتعالى بسبب هذه العلاقات القوية. ولكن أنا دائما أتكلم أن الله سبحانه وتعالى وأوجدنا في لحظة مهمة جدا من التاريخ، والحمد لله أن تركيا كانت استطاعت أن تستعيد استقلالها وحريتها واستمرت في التطور. عذرني سعادة يعني القنصل العام، ولكن حتى لا نتجاوز هذه النقطة أود حقيقة أن أسألك عن طبيعة ومقومات هذه العلاقة التي تتفضل بذكرها، التاريخ لوحده فقط، الجغرافيا لوحدها فقط، أم الدين والثقافة تجمع الشعب الباكستاني مع الشعب التركي من أجل بناء أفق مستقبلي أستاذنا الكريم؟ أعتقد أنها ترابط من كل هذه العوامل، لأنكم كما تعلمون العلاقة الإسلامية تربط كل المسلمين، ولكن أيضا هناك بعض الثقافات المختلفة وبعض الأبعاد المختلفة للعلاقات بين الدول. ولكن كما ذكرت قبل قليل كان هناك تأثير كبير في شبه الجزيرة، وبالتالي كان هناك علاقة خاصة دائما مع تركيا، وبالتالي أعتقد أن هناك لغة مشتركة، دين مشترك، وأيضا نحن نتكلم اللغة التركية، ولكن لدينا الكثير
الكثير من الكلمات التركية في لغتنا هناك في شبه الجزيرة، مثل الهواء، الجنة، حرجة، كثير من الكلمات الحقيقة لها علاقات أو مستمدة من اللغة التركية ومستعملة في تركيا هنا. بالتالي اللغة الأردو التي أنا أتكلمها، ربما أيضا القواعد اللغة لدينا وعندهم مختلفة نوعا ما، ولكن عندما نتكلم حتى على العادات الثقافية والعادات والتقاليد، أسلوب الحياة، لدينا الكثير من التشابه بين البلدين، وربما الرابط الأقوى بين البلدين أو بين الشعبين هو الإسلام كدين يجمع بين الشعبين، لأن كلاهما لديهم جذور عميقة جدا في الخلفية الإسلامية. كلا البلدين وكلا الشعبين لديهم هذه الخلفية الدينية القوية جدا. نتكلم عن جلال الدين الرومي الذي هو يعتبر له علاقات وزيارات لباكستان، وبالتالي في التاريخ مولانا جلال الدين الرومي وغيره من الشخصيات القوية، وقد ذكر في المثنوي أمورا كثيرة عن شبه الجزيرة هناك، وبالتالي كل يعرف هذه الأمور ونعرف بعضنا البعض. الشاعر محمد إقبال أيضا معروف هنا في تركيا وفي كل العالم الإسلامي كما تعرفون، وبالتالي الأمر ليس محددا في باكستان، لكن كل الأمة المسلمة تعرف بعضها البعض. من فلسطين، هو تكلم عن النيل، تكلم عن فلسطين في أشعاره، تكلم عن طشقد، وتكلم عن كثير من البلاد الإسلامية وفي المنطقة السعودية وغيرها. ما أريد أن أقوله هو أن كل هذه العوامل المشتركة بين البلدين والشعبين، مسلمو الجزيرة الهندية دائما لديهم هذه العلاقات القوية مع المسلمين ومع تركيا تحديدا، والحمد لله أن الشعور مشترك ومتبادل بين تركيا وباكستان. عندما أتيت إلى تركيا هنا كنت أعرف أهمية التي يوليها الأخوان الأتراك لباكستان، وعبر كل هذه السنوات عندما أعود إلى الماضي أقول أن عندما نزلت إلى المطار لم يكن هناك أحد يتكلم عن أي لغة الإنجليزية أو كلمة إنجليزية، لكن قال فيو فيو باكستان، نحب باكستان. وبالتالي هذه العلاقات أحسست بها منذ أن نزلت قدماي هنا في تركيا. جميل جدا. بهذه الطريقة، عندما تحصل الأمور بهذه الطريقة، نحن نتكلم عن كيف الناس دائما مشوا كل هذه الطريق ودعموا تركيا وتركيا دعمت باكستان. الكثير من الناس يحبون زيارة تركيا. نحن ربما لسنا أغنياء في باكستان، وربما لسنا دولة قوية جدا بسبب الاحتلال والضغط البريطاني السابق، ولكن أمهاتنا وأشقائنا أعطوا كل ما يستطيعون لدعم الاستقلال التركي في وقته. وأيضا نتكلم الحقيقة أن الحياة تستمر، والآن عندما استقلت باكستان بعد ذلك بالسنوات نظرنا إلى تركيا أيضا دولة قوية في الإقليم وفي العالم. كل هذه العلاقات بين الدولتين والشعبين علاقات قوية جدا وعميقة ولا زالت مستمرة إلى غاية الآن. نشكرك جدا على هذه اللفتات الكريمة، ولكن لابد من توجيه هذه اللفتات الكريمة بداية بالشاعر الكبير، الشاعر والفيلسوف الكبير محمد إقبال، وقد عرضنا تقريرا عن حياته في برنامج الألوان السبعة، يمكنكم متابعته على يوتيوب وعلى فيمو وعلى كثير من المواقع التي نطرحها للتواصل. الأمر الثاني وهي دور الشعب الباكستاني عمليا في عملية الاستقلال التركي، إضافة إلى ذلك الدور التركي في دعم باكستان. الوقت لا يسعنا للحديث عن هذه القضايا المحورية والتفصيلية، ولكن فهمها له معنى. سعادة القنصل العام، اسمح لي هنا أن أسألك حول القوة النووية الباكستانية. باكستان قوة نووية هائلة، تركيا قوة اقتصادية هائلة، قوة بشرية في مقابل قوة بشرية، قوة نووية في مقابل قوة اقتصادية. ما معنى أن تلتقي تركيا وباكستان على المستوى السياسي والاقتصادي والمعرفي والإسلامي أستاذنا الكريم؟ نعم، أنت محق جدا عندما تتكلم وتشير إلى القوتين الباكستانية وتركيا في العالم الإسلامي، أنت محق جدا. نعم، هناك قوة أخرى أيضا مثل دول أخرى اقتصادية وسياسية، ولكن كما ذكرتم قبل قليل تركيا هي قوة اقتصادية نائمة الآن القوة الاقتصادية الأولى وربما الدولة النامية الأولى على مستوى العالم، وباكستان أيضا هي قوة نووية، وكلا الدولتين الحقيقة لديهم قوة بشرية مهمة جدا ومتعلمة ومتطورة وديناميكية ومتحركة. عامل آخر يجب علينا أن لا نغفله، ويجب علينا أن نتكلم دائما، هو أن باكستان وتركيا كلاهما لديهم شعب شاب ليس كهلا مثل القارة الأوروبية، وبالتالي نتكلم لسنا لدينا مشكلة الكهولة والشيخوخة، لدينا قوة كثيرة للعمل شابة ومتحركة في البلدين. وبالتالي ما نحتاجه الحقيقة هو
اندماج وتناسق وتعاون كبير جدا بين تركيا وباكستان، والآن عليهم أيضا أن يأخذوا بيد البلاد الإسلامية الأخرى أيضا، لأن هذه مشاريع استثمار كبيرة جدا ومجالات للتعاون كبيرة جدا. كلنا نحترم ونحب كل البلاد الإسلامية، ولكن باكستان وتركيا لديهما دور مهم جدا للعبه على مستوى مساعدة البلاد الإسلامية الأخرى. باكستان لديها هذه الرؤية منذ زمن بعيد جدا، نحن دعمنا القضية الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، نحن دعمنا تركيا ودعمنا أيضا كل قضايا المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي. أيضا تركيا الآن تأخذ دورا مهما جدا وقويا في العالم، خصوصا في العالم الإسلامي. والآن نتكلم عن العلاقات الباكستانية التركية، الذين يدعمون كل من يحارب من أجل حريته والتغيير الديمقراطي في بلاد العالم الإسلامي. وبالتالي بهذه الطريقة التعاون بين هذين البلدين الكبيرين بالتعاون أيضا والتنسيق مع كثير من الدول الإسلامية الأخرى، هذا أمر مهم جدا. هذا بكل تأكيد، وله أثر سينعكس حقيقة على طبيعة العلاقات الموجودة بين تركيا وباكستان وبين تركيا وباكستان والعالم العربي والإسلامي، لأن الدور المنتظر عمليا بعد هذا الربيع العربي أن تكون هذه الدول العظمى والقوية والنامية والتي يمكن لها أن تحقق الاستقرار في المنطقة لاعبا قويا في المنطقة. ولكن قبل استكمال الحديث مع سعادة القنصل العام، اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم في قراءة لباكستان أيضا لشخصية محمد علي جناح مؤسس جمهورية باكستان، قراءة مبدئية نعود بعدها لحوار سعادة القنصل العام. شخصية مميزة وعالم من أعلام باكستان هو محمد علي جناح، مؤسس جمهورية باكستان وأحد أبرز شخصيات شبه القارة الهندية في النصف الأول من القرن العشرين. وقد شهدت القضية الكشميرية في عهده ولادتها تاريخيا مع بداية التقسيم عام 1947، وما صاحب ذلك من أزمة سياسية بين البلدين أدت إلى اندلاع أولى الحروب بينهما في العام نفسه. ولد محمد علي جناح في 25 من ديسمبر عام 1876 في مدينة كاراتشي، وعمل في التجارة، وتلقى تعليمه الأولي في مدرسة الإسلام، ثم في مدرسة البعثة المسيحية، وفي عام 1893 التحق بكلية لينكون إن لدراسة القانون ليصبح أصغر هندي يتخرج في هذه الكلية. فور تخرجه عمل محمد علي جناح بمهنة المحاماة، وبعد 3 سنوات أصبح واحدا من أكثر محامي كاراتشي شهرة، وعرف عنه ذكاؤه وجرأته. وفي عام 1910 انتخب محمد علي جناح عضوا في المجلس التشريعي الجديد، وكان صوته الأبرز داخل المجلس مطالبا بالاستقلال وداعيا إلى الوحدة بين الطوائف المختلفة، وظل عضوا فاعلا بهذا المجلس طيلة 4 عقود. توفي محمد علي جناح في 11 من سبتمبر أيلول عام 1948 عن عمر يناهز 72 عاما، وخلفه رئيس الوزراء لياقت خان الذي بدأ عهده بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في الأول من يناير كانون الثاني عام 1949 والخاص بوقف إطلاق النار في كشمير. وبعد هذا التقرير نعود لحوار ضيفنا الكريم سعادة القنصل الباكستاني العام في تركيا. يقال السياسة تفتح الأبواب، تمهد الطريق، والمؤسسات تحصد. في هذا الفضاء هل تؤمن بأن الدور الشعبي والمؤسساتي يمكن أن يلعب دورا أكبر في بناء العلاقات ما بين الشعبين التركي والباكستاني؟ You see
نعم، في العشرين سنة الأخيرة مؤسسة المجتمع المدني نمت بشكل كبير في الغرب، يعتبر يسمونها المجتمع المدني، ولديها الكثير من هذه العلاقات المؤثرة على سياسات الدول، والكثير من الدول تهتم بدورها العميق، وبالتالي هم تخطوا كل حدود التي تحدها الحكومات. الآن لديهم نجاح كبير جدا في كثير من دول العالم لأنهم لديهم القدرة على العمل مع الناس مباشرة في الشارع. بهذه الطريقة باكستان وتركيا محظوظة جدا من هذه الناحية، لأن عندما كان هناك أزمة في أحد البلدان كان هناك كثير من مؤسسات المجتمع المدني التي أتت إلى تركيا في عام 1920، لم يكن تسمى مؤسسات المجتمع المدني ولكن كانت مبادرات شعبية جدا، لم تكن حكومة لأن الحكومة كانت هي بريطانيا، كان الشعب الباكستاني هو من أتى ودعم تركيا هنا. أيضا هنا كان هناك كثير من الآفات الطبيعية في السنوات الأخيرة في باكستان، وللأسف الشديد كان لدينا الكثير من الزلازل والسيول، ربما أحد أهم أو أخطر السيول على مدى التاريخ عام 2010. كثير من مؤسسات المجتمع المدني التركية كانت الأولى في العالم التي وصلت إلى باكستان، وسرعتها وانتباهها والسرعة في التجاوب مع هذه الأزمات كان واضحا أن الشعب الباكستاني لن ينسى أبدا لتركيا ومؤسساتها وشعبها هذه الوقفة المهمة. وبالتالي ما فعلوه أنهم جسروا كل هذه النقاط الصغيرة جدا والثغرات الجديدة بين الشعبين والبلدين، وبالتالي هذه مؤسسة المجتمع المدني هذه لديها كثير من الدور المهم في تربيط وتثبيت وتوثيق العلاقات بين البلدين. لا نترك الأمر أبدا للحكومات. الآن العالم أصبح متعدد الأقطاب وكثير من العوامل تؤثر في العلاقات الدولية بين الدول، وأصبح دور مؤسسات المجتمع المدني أكبر وأهم جدا. وأنا سعيد جدا لأن أرى أن تركيا فيها حركة مجتمع مدني قوية جدا وأسست وأصبحت مؤسسة ومنظمة، هذا عمل ضخم جدا. وباكستان أيضا حسب معلوماتي لديهم كثير من هذه الأيادي البيضاء في الصومال وغيرها من الدول، مثل مؤخرا في كثير من دول العالم الإسلامي والعالم بشكل عام. وبالتالي سعيد جدا أن أرى هذه الأيادي تمتد من تركيا ومؤسسات المجتمع المدني لديها لكل من يحتاج مساعدتها خارج حدود تركيا، وهذا أمر مهم جدا كأمر إنساني باسم العالم الإسلامي أن توجد المساعدة لمسلم وغير مسلم. لا أذكر واحدا أو اثنين حتى لا أنسى أحدا، لا أريد أن أذكر بعض المؤسسات وأنسى غيرها، ولكن بشكل عام الكمية وجهد الكبير الذي بذلوه في كثير من الآفات في كثير من الدول العالم ربما لأكثر من 10 سنوات، هذا عمل مذهل جدا في كل دول العالم، ليس فقط تركيا وباكستان ولكن في كل العالم الإسلامي. بالتأكيد أستاذنا الكريم، في ظل هذه العلاقات التي تفضلت بذكرها، إلى أين تمضي هذه العلاقة الثنائية ما بين تركيا وباكستان؟ هل يمكن لنا أن نتحدث عن أفق جديد؟ هل يمكن لنا أن نتحدث عن مجالات تعاون مشتركة في المستقبل المنظور ما بين تركيا وباكستان؟ دعنا من القراءات النظرية هنا، العالم العربي والإسلامي يحتاج إلى هذا النوع من التكامل، يحتاج إلى هذا النوع من الرؤية المشتركة، من التعامل المشترك. تركيا وباكستان جسد واحد، أمة واحدة، دين واحد، ثقافة واحدة، علم واحد. عندما حصل الزلزال أو السيول والفيضانات في باكستان لم ينتظر المجتمع المدني التركي أي إذن للخروج، خرجوا جميعا إلى باكستان دون إذن حتى حكومي، ولكن كانت هناك الإجراءات الروتينية والشكلية البسيطة. المجتمع الباكستاني مجتمع يعيش هموم العالم العربي والإسلامي، لذلك أستاذنا الكريم إلى أين تمضي هذه العلاقة وما هي انعكاساتها؟ في 3 دقائق إذا تكرمت. دعني أولا أعترف بكل صراحة وصدق أولا أنني رئيس بعض العلاقات بين الدولتين، أنا ربما أمثل العلاقات بين البلدين بشكل أو بآخر، وأنا لدي الكثير من العلاقات الاقتصادية بين البلدين أمثلها كما الجانب السياسي. وأستطيع أن أقول أن باكستان وتركيا لديهم علاقات قوية جدا مؤسساتيا سياسيا
دينيا، ثقافيا، تاريخيا، عرقيا، وهم في الصداقات، في العلم، في كل المجالات، في كل الحقول، وليس هناك أي احتكاك بين تركيا وباكستان أو خلاف. ولكن للأسف الشديد أحد أهم ما أستطيع أن أسميه، لم نكن هناك سوء حظ ما، لم نكن لدينا كل هذه العلاقات القوية في كل هذه الفترة التاريخية، لم نحول هذه العلاقات لعلاقات اقتصادية قوية. لدينا كثير من مقدار التجارة الحرة بين البلدين، لدينا شعبين قويين، تعداد مهم جدا في باكستان، حوالي 75 مليون في تركيا مثلا، وتركيا أحد الدول الاقتصادية النامية والقائدة على مستوى العالم، وباكستان لديها سوق استهلاك قوي جدا في العالم، ولكن ما زلنا لسنا في المنطقة التي نريدها من العلاقات الاقتصادية. لا أريد أن الكلام عن أسباب الفشل، ولكن لا أملك الوقت، وربما لا أستطيع أن أحيط بكل الأسباب، ولكن كيف يمكن لباكستان وتركيا أنهم ليس لديهم كل هذه العلاقات الاقتصادية القوية؟ نريد للاقتصاد والتجارة بين البلدين أن تكون أكثر من بليون دولار، وهذا حصل فقط مجددا في آخر سنتين، في قبلها سنتين ونصف وما شابه كانت التجارة والاقتصاد أقل جدا. هذا شيء لا شيء نسبة لاقتصادات البلدين أو لاقتصاد البلدين الكبيرين، لا باكستان ولا تركيا، ولكن الحمد لله في السنتين الأخيرتين استطعنا أن نضاعف حجم التجارة بين البلدين. وأنا متأكد تماما، أتكلم وأشكر رئيس باكستان وأشكر أيضا رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان على كل هذه الجهود لمضاعفة العلاقة الاقتصادية. أنا سعيد جدا أن الحمد لله الآن نحن في الطريق الصحيح، ولكن كما تعرفون ما زال لدينا 5 أشهر باقية، ولا أرى هذا الهدف قد يحقق، مضاعفة العلاقات التجارية، ولكن نحن على الطريق الطويل. وأدعو رئيسنا زرداري ورئيس الوزراء رجب أردوغان إلى أن ينظروا إلى هذا الميراث المشترك من الدين والتاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة، ونحن لدينا القوة والإمكانية بين البلدين لأن يكون هناك حوالي 45 بليون دولار حجم تبادل تجاري بين البلدين. ما أريد أن أشرحه خلال برنامجكم الكريم أن باكستان، أنا في باكستان لدينا أوقات عصيبة الآن نمر بها، لدينا مشاكل مع الإرهاب ولدينا مشاكل أخرى، ولكن هذه مشاكل جانبية هامشية غير مهمة جدا عندما نتكلم عن العلاقات الدولية، لأن باكستان أيضا لديها موقع جغرافي مهم جدا في العالم. نحن في المكان الذي نستطيع أن نكون فيه قوة عبر التاريخ، ولدينا العلاقات مع الشرق الأوسط وهذه العلاقات معه وتواصل معه، ولدينا تواصل مباشر إلى أفغانستان، إلى إيران، إلى الصين. وبالتالي إذا كان هناك استثمار قوي ومهم جدا في باكستان، السوق الذي هو أقل من الاستهلاك أو الكلفة في تركيا ب3 مرات، وبالتالي إذا كان هناك استثمار في قطاعات مهمة وخاصة وتحتاج باكستان، لدينا مثلا الحليب أو الخضروات والفواكه واللحوم. قطعتك سعادة القنصل العام، ولكن هذه الرسالة أيضا ليست لتركيا فقط، لابد من تعميمها على العالم العربي والإسلامي، لابد من استثمار هذه الجوانب الاقتصادية والسياسية والمعرفية حتى نحقق أسواقا اقتصادية مشتركة، أسواقا سياسية مشتركة، أسواقا من التلاقي الثقافي والمعرفي والمؤسساتي والمجتمعي والحكومي والسياسي أيضا، حتى نصل إلى قدرة تكاملية على فهم الواقع. عذرني جدا الوقت ضيق أمامي، سعادة القنصل الباكستاني العام في تركيا دكتور يوسف جنيد، نشكركم جدا على حضوركم معنا في استوديو برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأحبنا الأكارم، إلى عالم الكاريكاتور. محمد بن عبد الله الخليفة ضيف من ضيوف برنامج الألوان السبعة، حل عليهم
وحل على زميلنا رامي عبد العال ليطوف معه في أجواء السياسة لقراءة الواقع العام في البحرين وفي سوريا وفي العالم العربي والإسلامي، ربما قراءة لا بد لنا من إعادة فهمها وإعادة جدولتها من أجل الانطلاق إلى فضاء أرحب من الفهم والعمل والعلاقات المشتركة. قراءة خاصة وزميل رامي عبد العال. انطلاقا من أهمية الثورات العربية في العالم العربي وإيمانا منها بأهمية الديمقراطية من أجل مستقبل أفضل لدول المنطقة، استضافت تركيا المنتدى السياسي العالمي الثاني بإسطنبول الذي التقينا على هامشه مع وزير شؤون الدفاع البحريني محمد بن عبد الله الخليفة الذي حدثنا عن طبيعة المؤتمر قائلا: الحقيقة أن المؤتمر هاي مؤتمر هام جدا، لأنه هذه يعني يخلق دور تركيا بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي الذي يحتاج إلى كثير من التنسيق ويحتاج كثير من التعاون. الحقيقة أن يعني كثير من الدول الإسلامية، حوالي 22 دولة محطوطة تحت أنها من الدول الفقيرة، 18 من فقيرة جدا، فبالرغم من أن العالم الإسلامي يعني في منطقة حيوية بالنسبة للعالم ويمتلك ثروات كبيرة من ناحية النفط حول 70%، الغاز حول 75%، بالإضافة إلى يعني إمكانيات بشرية ومادية أخرى. سألنا وزير شؤون الدفاع البحريني عما يحدث في البحرين اليوم، خاصة بعد مرور عام على التظاهرات هناك، فأفادنا: في دور استقرار من بعد اللي حدث في العام الماضي، وإن شاء الله يعني ترجع إلى مستوى النمو اللي كانت تتحقق في قبل الأحداث إلى حول 7% في السنة، فهذه الحقيقة يخدم يعني التطور والرفاهية للشعب البحريني. الثورات العربية التي هزت العالم وأسبابها من النقاط التي تطرقنا إليها مع الخليفة، حيث أردف قائلا: الثورات العربية نتيجة لظروف خاصة في كل بلد، فيعني اللي حصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا ظروف خاصة في هذا البلد، كان في يعني في ديكتاتورية، ما في ديمقراطية حقيقية، في فقر بشكل كبير، وهذا الشيء اللي يعني اللي في النهاية يدعي إلى نوع من عدم الاستقرار في الدولة، وبالإضافة لأنه يعني ما كان في فرصة للانتخابات حرة أو انتخابات نزيهة حتى يعني تعمل على تغيير الواقع في البلد. أما عن التمدد الإيراني في شبه الجزيرة العربية لتوسيع مكان نفوذها وتداعياتها على المنطقة وخاصة في دول شبه الجزيرة العربية، فيرى ضيفنا: يعني هم لهم معتقداتهم ونحن نحترم معتقداتهم، لكن الامتداد إلى المناطق السنية ومثل ما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن، هاي تدخلات غير مقبولة وغير مطلوبة، ويعني يؤدون إلى كثير من عدم الاستقرار في مناطق الخليج واليمن وسوريا الآن، وهذا شيء الحقيقة مب يعني المفروض يكون بيننا وبين علاقات مع إيران علاقات أحسن، وعلاقات أن كل واحد يكون في بلاده من غير تدخلات من الجانب الآخر. وفي الشأن السوري وما يحدث من أعمال قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان فيها، أشار الوزير البحريني قائلا: والله ما يحدث في سوريا الحقيقة شيء يعني يوجع القلب، لأنه شيء يعني كثرة القتلى والمقاساة بالنسبة للشعب السوري، الحقيقة هذا شيء دائما يعني أثر في قلوبنا، وإن شاء الله يعني المسائل تنتهي إلى ما يطمع إليه الشعب السوري، ودول الخليج حقا كلها في نفس الموقف التركي اللي تحت يعني تطمع أن يكون هناك تغيير في الوضع السوري إلى الأحسن، بحيث أن يكون الشعب له دوره وله يعني حريته وله ديمقراطيته في البلد. وطبقا للمراقبين السياسيين في كثير من البلاد العربية، فإن إيران متهمة بضلوعها في قضايا المنطقة العالقة سواء من قريب أو بعيد، كالأحداث في سوريا والبحرين والتوتر اللبناني الداخلي، وهو ما يزيد من مخاوف العالم من الهيمنة الإيرانية على شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني المثير للجدل أصلا. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول. ماذا بعد أولمبياد عام 2012؟
هل فعلا نحن أمام قراءات منطقية لهذا الأولمبياد وما تم فيه؟ أولمبياد لندن في قراءة تحليلية تتناول الجانب السياسي والاقتصادي. بعد مرور هذه الفترة على الأولمبياد نفتح صفحته من جديد في الألوان السبعة بعد قليل. وإلى فاصل إعلاني قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا مع حضراتكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا، ننتقل بكم الآن إلى أنقرة، إلى العاصمة السياسية لتركيا، هناك حيث نطلعكم على معلم بارز من معالمها التي لا زالت راسخة ونابضة بالحياة ونابضة بالأمل، حاجي بيرم جامع. هذا الجامع الذي يعتبر رمزا من رموز أنقرة يطلعنا على تفاصيل حكايته زميلنا الدكتور سعيد الحاج في الثقافة والتاريخ. هو أحد الآثار التاريخية في أنقرة وأحد أقدم مساجدها، بل رمز يعني الكثير للشعب التركي، جامع الحاج بيرم أو حاجي بيرم. هناك أماكن تؤسس هوية المدينة التي تحويها، وهناك مدن يكتسيها جو روحاني. مسجد الحاج بايرام ولي يتعالى كرمز شامخ للهوية المعنوية لأنقرة بتاريخه العريق على مدى 600 عام. الحاج بايرام ولي كان من الشخصيات الهامة في إرساء وحدة الأناضول في عهده. مسجد الحاج بايرم يقع في قضاء أولوس بأنقرة بجانب معبد أغسطس، تم بناؤه أولاً كزاوية عام 1427، والمعماري محمد بيه كان أول مهندسيه. عمارته اليوم تحمل شخصية مساجد القرن السابع عشر والثامن عشر، تخطيطه مستطيل وطويل، وقاعدته حجرية، وجدرانه مكونة من اللبنات، أما سقفه فمن القرميد. المسجد غني بزخرفته ورسوماته الخشبية وبخزفه الصيني، على خشب المسجد النقوش الملونة للنقاش مصطفى، وعلى جدران المسجد الواقعة في جنوب الشرق مئذنة ذات شرفتين، وهي مربعة التخطيط وحجرية القاعدة واسطوانية الجسم مكونة من لبنات. تم بناء مرقد الحاج بيرم ملتصقاً بجدار محراب المسجد عام 1429، وهو مربع التخطيط وقبته ثمانية الشكل مغطاة بالرصاص. في فناء المسجد مرقد عثمان فاضل باشا من القرن الثامن عشر، تم ترميم المسجد وكليته عام 1714 من قبل محمد بابا حفيد الحاج بيرم ولي. في أيامنا هذه يزوره السواح المحليين والأجانب كمعلم تاريخي مهم في أنقرة. لا يقتصر المكان هنا على الصلاة فقط، بل تكثر حول جامع الحاج بيرم الأوقاف والمحلات التجارية والمراكز الثقافية، تماما كما كان المسجد عبر التاريخ، مكان العبادة ومنبع الحضارة ومصنع الثقافة. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، أنقرة. ومن أنقرة إلى لندن، إذ نناقش تداعيات الحدث الرياضي الفارق الذي شهدته الساحة الرياضية العالمية. أولمبياد لندن لعام 2012 كان حدثا فارقا بامتياز، ولكن
بعد انقضاء هذا الأولمبياد، كيف يمكن لنا أن نعيد قراءته، وكيف يمكن لنا أن نجمل هذه القراءات المتعلقة به اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا، وإلى أين ستنتقل الشعلة بعده؟ قراءة يسعدنا أن نطرحها على الأستاذ حسام الدين أجار، الكاتب الرياضي والمختص بشؤون الرياضية العالمية. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. سنعود لمناقشة أولمبياد لندن وتداعياته، وقراءات مالية واقتصادية وسياسية وسياحية أيضا في هذا الأولمبياد، ولكن اسمح لنا بداية بقراءة مبدئية مع مشاهدينا الأكارم لأولمبياد لندن، وقراءة شمولية مبدئية. الألعاب الأولمبية التي أذهلت العالم بنسب المشاهدة كانت بالطبع أغلاها من ناحية أخرى. كلفت الألعاب الأولمبية لعام 2008 ببكين 30 مليار دولار، وأما الألعاب الأولمبية اللندنية فبلغت وفق من يقدر التكاليف الإجمالية ب 24 مليار باوند، أي 37 مليار دولار تقريباً. يتوقع من خلال هذا الحدث العالمي الرياضي أن زهاء مليار شخص تابعه. رئيس بلدية لندن جونسون الذي صرح بمعلومات عن عدد الزوار القادمين إلى لندن خلال فترة الألعاب الأولمبية أفاد بأنه وصل إلى 300 ألف زائر أجنبي و600 ألف زائر محلي و5 ملايين ونصف المليون زائر يوميا تقريبا، وأضاف بأن نسبة شغل الفنادق بلغت 84%، وأكد بأن هذا الرقم ضعف ما كان في سيدني وبكين. رغم عدم وجود معطيات أكيدة، إلا أنه يتوقع بأن أرباح الألعاب الأولمبية للندن ستكون زهاء 13 مليار جنيه استرليني. ومع هذه الألعاب الأولمبية نظمت لندن الألعاب الأولمبية الثالثة في تاريخها، وذلك بعد تنظيمها لها في عامي 1908 و1948. البرازيل التي استلمت علم الألعاب الأولمبية ستنسق الألعاب الأولمبية لعام 2016، وأما تركيا فهي المرشح الأقوى لعام 2020، فإنه يليق باسطنبول المدينة الوحيدة التي تجمع القارتين مثل هذا النوع من التنظيمات العظيمة. ونعود لتجديد ترحيبنا الحار بالكاتب الرياضي المختص الأستاذ حسام الدين أجار. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا الكريم. نبدأ بأولمبياد لندن، ما هي قراءتك المبدئية لجدواه وفعاليته أستاذنا؟ نعم، كاتب في صحيفة تركيا، كاتب رياضي هناك. نعم، أولمبياد لندن في الحقيقة هو ذروة الألعاب الرياضية في كل العالم، وبالتالي هي مكان لإظهار البلدان المختلفة قوتها رياضيا وتنظيما وما إلى ذلك. كما ذكرتم قبل قليل في تقريركم الوافر، هناك أرقام كبيرة من المصاريف والتكلفات على المؤسسات، على الملاعب، على الصالونات وما إلى ذلك، والسياحة والفنادق وذلك. عندما نتكلم عن آخر ما شاهدته أنا من 3 أو 5 أولمبيات، ربما ما كان هناك في لندن أو إنجلترا كان باعتباره افتتاحه وختامه وتنظيمه كان مدهشا جدا، كان رائعا جدا، وقد واضح أن الإنتاج فيه والاستثمار كان ضخما جدا، أستطيع أقول ذلك بكل راحة ضمير. نعم، سنتكلم ربما عن الألعاب المختلفة، ولكن عندما تتكلم عن شباب أي دولة أو مستقبل أي دولة أن يكون مهما جدا في مقابل كل الدول الموجودة، وهذه يعني تنظيمات مهمة. اسمح لي قبل أن أتجاوز هذه النقطة بأن نتوقف عندها. لكل أولمبياد موجود هناك سمات فارقة، هناك مميزات خاصة يعني تتصل بهذا الأولمبياد أو ذاك. عندما نتحدث عن أثينا، نتحدث عن أولمبياد بكين، أو هذا الأولمبياد الموجود الآن في لندن، أو أولمبياد يعني البرازيل القادم، أولمبياد 2012 ما هي أهم مميزاته أستاذنا بوجهة نظرك؟
أولا أحد أهم ميزاته أن الرياضيين المشاركة من المشاهدين والرياضيين والإداريين كانت أكبر من كل الأولمبيات السابقة. نتكلم عن هذه الأولمبيات حوالي 12 ألفا أو 13 ألفا من الرياضيين، لم يسبق لأي أولمبيات سابقة أن كان فيها أكثر من 10,000 رياض. هذا طبعا مهم جدا بالنسبة للسياحة في لندن. انظروا إلى أي دولة في العالم، كل العالم لمدة 15 عاما تستضيفكم كل الدنيا، وكل العالم يستضيفكم في تلفزيوناتهم في بيوتهم. هذا مهم جدا لأي دولة تستضيف هذا الأمر، ولندن كانت قوية جدا في طرحها. وحتى رياضيا أيضا لندن لديها سوابق وخبرة سابقة من النجاحات في تنظيم البرنامج الرياضية والمسابقات الرياضية العالمية. نحن أيضا كإسطنبول تقدمنا بك أكثر من مرة ولم نقبل. الآن نحن مؤمنون وواثقون أنها كما ذكرتم قبل قليل في التقرير الدولة الوحيدة أو المدينة الوحيدة التي تجمع القارتين ولديها كل هذه الأديان والثقافات والحضارات تجمعها. هي ملعب مفتوح للجميع بفسيفساء رائعة جدا. وفي عام 2012 كانت عاصمة الرياضة الأوروبية. نعم أنتم حقون، كانت عاصمة الرياضة الأوروبية وكانت أيضا عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2010. هذه ميزة إسطنبول أعتقد، وكأنها مدينة خلقت من أجل الأولمبيات. هذا ما أستطيع أن أقوله. مدينة تاريخية جدا، لديها الكثير من الحضارات والإمبراطوريات والثقافات. مرت عليها الحضارة والإمبراطورية العثمانية التي قدمت الكثير للتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني. أنا مؤمن جدا أننا في عام 2020 سوف نستضيف هذه الأولمبيات هنا في إسطنبول إذا قبلنا إن شاء الله. ستكون إسطنبول على قدر المسؤولية، وتركيا سوف تكون بارعة جدا في التنظيم بالمؤسسات بالقوى البشرية بسياحتها بطرقها. ستكون وتنظم هذه المسابقة بأفضل ما يمكن أن يكون من النجاح، وأعتقد أنها تستحقها. يجب علينا أن نؤكد هنا على أمر مهم جدا، أنه في الأولمبيات كتعرفون كان هناك أولمبيات قبل الميلاد كما تعرفون، ولكن هذه الأولمبيات الحديثة بدأت في أثينا. بعد الآن حوالي 100 عام من الأولمبيات لم تستضيفها أي دولة إسلامية للأسف حتى الآن. ربما هنا وكأننا استثنينا الدول الإسلامية أو استثنت الدول الإسلامية من تنظيم هذه المسابقة. إذن سياسة بالتأكيد هنا سياسة أم لعب رياضة أستاذنا الكريم؟ يعني لماذا هذا الاستثناء عمليا للدول العربية والإسلامية في هذه السباقات المتتالية، في هذه الأولمبياد المتتالية على مستوى العالم؟ هل يجب علينا أن نفهم الموضوع على أنه سياسة ورياضة في الآن ذاته؟ أقول أن السياسة تدخلت طبعا بشكل قوي جدا في هذا الأمر، لأننا ننظر الأولمبياد مثلا أثينا أو اليونان نظمتها في عام 2004. في عام 1996 كان هناك أولمبياد برشلونة في إسبانيا مثلا. الآن هي اليونان وإسبانيا كلاهما في مشكلة اقتصادية. تركيا بقدرة أكثر من دولة من هذه الدول كدولة وحكومة. تركيا أثبتت نفسها اقتصاديا وتاريخيا وإنسانيا وبأنها تستطيع أن تنظم هذه المسابقة، وبالتالي هي لديها كل هذه القدرة والقوة الاقتصادية والرياضية والسياحية لتنظيم هذه المسابقة. بالتالي بطولة العالم لألعاب القوة قبل 4-5 أشهر كانت هنا في إسطنبول كما تعرفون، وخلال 7 أشهر كان هناك صالون رياضي مغلق ضخم جدا أنتج فيه 7 أشهر. هناك الكثير من السيدات والملاعب الرياضية الجاهزة. فقط أن نقرر أن تكون الأولمبياد في إسطنبول وفي تركيا، ستكون تركيا وإسطنبول بإنسانها بتأسيساتها بملاعبها سوف تستطيع أن تنجح أكثر من كل الآخرين. لا أرى أي سبب لحرمان تركيا والدول الإسلامية من تنظيم هذه البطولات إلا أنه قرار سياسي وظلم. هذه الدول التي نظمت هذا الأمر الآن في أزمات اقتصادية وتلاطم أمواج الاقتصاد بها خلال آخر 15 عاما. تركيا نهضت اقتصاديا وسياسيا ودخلنا إلى 16 دولة أو 15 دولة الاقتصادية، ولدينا الآن في عام 2023 رؤية للحكومة وللدولة التركية بأن تكون ضمن الاقتصادات العشر الأولى. لدينا شعب شاب ومتحرك وديناميكي وعملي، ولدينا حوالي 75 أو أكثر من 70 مليون إنسان. لدينا هذه القدرة على القيادة وعلى التنظيم رياضيا وسياسيا واقتصاديا. لماذا لا يعطونا هذه الأولمبياد لننظمها؟ نعم نحن قادرون. الأولمبياد عندما تأتي لأي دولة
عندما تأتي إلى دولة إلى إسطنبول، إسطنبول سوف تكسب شيئا كثيرا، سوف تحل مشكلة المواصلات، بعض المشاكل الأخرى سوف تحل مشكلة المواصلات والتواصل، المدينة سوف تكون أكثر عصرية. الأولمبيات عندما تحتضن في أي مدينة سوف تعطي حلة جديدة وملاعب كثيرة ومؤسسات واستادات كثيرة سوف تكون باقية وراسخة في المدينة، وبالتالي هذه البنية التحتية لأي رياضة سوف تستفيد الرياضة التركية أيضا مستقبلا بشكل ثابت ومستقر من هذا الأمر. وبالتالي ربما سابقا لم نكن نستطيع، ولكن الآن تركيا تستطيع. ما هو الذي ينقصنا حتى ننظم هذه المسابقة العالمية؟ نعم لدينا بعض المشاكل، ربما إذا نظرنا إلى آخر كذا أولمبياد في أثينا أخذنا 10 ميداليات، في بكين 8 ميداليات، في هذه الأولمبياد لدينا 5 ميداليات فقط. وبالتالي تركيا لديها كثير من النجاحات وما إلى ذلك. وهذا عملياً قبل أن نتجاوز، اسمح لي هذا ما أود أن أسألك عنه. عملياً تركيا لديها القدرة الاقتصادية، لديها القدرة الجغرافية والسياحية والقدرة على الجذب السياحي، لكن على مستوى البنية التحتية، على مستوى الاتحادات الرياضية، على مستوى الاستعداد الفعلي بالكادر الرياضي التركي، هل يمكن لنا أن نتحدث أن تركيا جاهزة لاستضافة هذا المهرجان الرياضي العالمي والفوز بتداعياته وبكل جزئياته التفصيلية؟ نعم لدينا كثير من النقص، مثلا سياحيا تركيا احدى الدول الأوروبية القليلة التي فيها سياحة في الصيف وفي الشتاء. اذهبوا الان الى في الفصل الشتاء في انطاليا، كثير من الفرق الرياضية العالمية تاتي هنا لإقامة بعض المخيمات الرياضية لديهم، المخيمات التدريبية في كل فندق وفي كل مكان للاستضافي، هناك ملاعب وصالونات رياضية تستفيد منها كل الفرق وكل اللاعبين. تركيا لديها هذا الأمر، ليس لديها نقصان في هذا الأمر، فقط لدينا حاجة لقرية أولمبية تستضيف كل هذه الآلاف من الرياضيين، وهذا أمر يمكن القيام به، ليس مشكلة كبيرة بعد أن يقرر استضافة إسطنبول لهذه الأولمبياد. هذا النقص في البنية التحتية سهلة ويمكن تعويضها. النقص في تركيا برأيي هو لدينا فعلا هذه البنية التحتية، لدينا ملاعب العصرية وما إلى ذلك، ولكن رغم القوى الاقتصادية التي لتركيا، النقص هنا في تركيا هو أننا ما زال لدينا الاستثمار في الإنسان وفي الرياضة قليل نسبيا. وبالتالي نتكلم عن نعيم سليمان أغلو الرافع الأثقال التركي، لا يأتي دائما، يجب على النظام أن يكون مؤسسا وراسخا في إنتاج الأبطال الرياضيين. وزارة الرياضة، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم يجب عليها دور تكاملي تقصد بينهما من أجل إعداد الإنسان فنيا وثقافيا وصحيا ومعرفيا إضافة إلى الإعداد الرياضي. لابد أن يكون مثل هذا التنسيق موجودا ما بين الوزارات. نعم بالتأكيد كما تفضلتم، ابتداء من العمر الصغير من المدارس الابتدائية يجب أن يكون للرياضيين تعليمهم والاهتمام بتطوير وجوه أجسامهم، وأن يكون لديهم توجيه وترسيخ لهم في كل الرياضيات المختلفة التي تناسبهم. كما تعرفون نعيم سليمان أغلو كان في بلغاريا وفي زمان المرحوم تورغوت أوزال كسبناه لدولتنا، ذهب خرج من بلغاريا كان يريد أن يلعب كرة السلة وكرة القدم والسباحة فقط، ولكن قيل له أنك أنت لديك جسم مناسب ليس لهذه الرياضة ولكن لأن لديك عظام قصيرة تستطيع أن ترفع الأثقال. وبالتالي الآن نتكلم عن نعيم سليمان أغلو أسطورة رفع الأثقال العالمية الذي كان لسنوات طويلة الرقم واحد على مستوى العالم وكسر الكثير من الأرقام القياسية على مستوى وزنه، رفع أكثر من وزنه ب3 أضعاف و10 كيلوغرامات، الرياضي الوحيد في العالم. بالتالي التدريب والتعليم مهم جدا، وتوجيه الطلاب والشباب للرياضة المناسبة مهم جدا. بهذه التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، يجب أن يكون لديهم مشروع واحد موجه لكل هذه القدرات. يجب علينا أن نستفيد من العلم حتى يكون الرياضة ناجحة. أشكرك جدا على هذه النقطة أستاذنا الكريم، ولكن يعني عندما نتحدث عن مثلا أولمبياد لندن كقراءة اقتصادية مادية، هناك أيضا ربح مادي ينتج عن كل أولمبياد، إضافة إلى المكانة الاجتماعية والرياضية عالميا، إضافة إلى مستوى المكاسب التي يمكن تحقيقها. ولكن نتحدث عن 83% إلى 84% نسبة حجز الفنادق في لندن، نتحدث عن قراءة في دخل عام من السياحة العامة، بمعنى 37 مليار دولار حجم الإنفاق ولكن نسبة الربح 13 مليار دولار. هناك ربح اقتصادي، هناك ربح بالمكانة، وهناك ربح سياسي في حال استضافة تركيا أولمبياد 2020.
كيف تقرأ لنا ذلك في دقيقة أستاذنا الكريم؟ نعم، الأولمبياد وتنظيمها كما ذكرتم قبل قليل في تقريركم الأرقام، هذا شيء مهم جدا. 37 مليار دولار، هذا أمر مهم جدا للتنظيم للملاعب لما إلى ذلك. هذا المال يعوض بكثير من الجماهير، ربما لا يعوض تماما من الجماهير ومن حضر لهذه الأمر، ولكن هذا أمر مهم جدا يكسب الدولة بشكل ثابت جدا. باستقبال مثلا كدولة إنجلترا مثلا فازت بشياء كثيرة سياسيا حتى على مستوى الدولة أمام كل دول العالم، لديها هذه المؤسسات الرياضية والملاعب والاستادات التي بقيت بعد الأولمبياد في إنجلترا، وسيستفيد منها الشباب الإنجليز دائما، يجب عليهم أن يستفيدوا وسيستفيدوا من هذه البنية التحتية الرياضية، وبالتالي الربح ليس فقط ربحا ماليا. بالتأكيد بنية تحتية مستمرة. الأهداف، الأستاذ حسام الدين أجار الكاتب الرياضي والمختص، نشكركم جدا على حضوركم معنا في استوديو برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا، وعذرنا لضيق الوقت أستاذنا. وأحبانا الأكارم، اسمحوا لنا بقراءة كاريكاتورية لأولمبياد لندن 2012. منذ التقينا قد سموت بقربكم والآن نمضي، فاعذروا تقصيري. وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة الممتعة باصطحابنا لحضراتكم معنا على مائدة الألوان السبعة. لكم من فريق برنامج الألوان السبعة في أنقرة وإسطنبول كل المحبة، ولكم مني نزار الحرباوي كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.